شو البناروس معنا مدير الصحة الوقائية ببناروس سي فتحي الطايف. مرحبا بك. مرحبا بك سي فتحي. سنعتذر لك ونعتذر المستمعين الكل على صوت من الكليماتيزور، دونك ردوا بالكم يا جماعه من الكليماتيزور. اما يظهر لي باش نسالوك عليه اهم برشا هو الحالات الافقيه الجديده اللي اليوم شهدتها ولايه بن عروس، حابين نطمنوا على الوضعيه سي فتحي. وصحيح ولايه بن عروس عرفت يوم 11 اوت حاله ايجابيه لدى كهل يبلغ من عمره 40 سنه، يقابل من البرلين في حاله افقيه. وفي اطار التخصي النشيط قمنا باخذ عينات لدى المخلصين لهذا الكهل. معناتها تبين ان هناك في العائله نتاعه ثم ست افراد اخرين معناتها ايجابيين عندهم المرض الكوفيد 19 اللي هي مرته وبنته وحفاد وزوج والمعينة المنزلية، وثم مختصة في العلاج الطبيعي تقوم بإزداء خدمات لدى المرعى مرته هو وكل كلهم هم سبع حالات الكل في عائلة واحدة في منزل واحد. وقعت حالتهم الصحية مستقرة وعنا قاعدين نتابعوا فيهم وما زلنا قاعدين من يوم وغدوة باش نكملوا ناخذ العينات لدى المخلصين لدى المعالجة المنزلية نتاعه اللي هي تسمى في داخل برنامج ولدى المختصه في العلاج الطبيعي اللي هي تستخدم مدينه المحمديه. العمليه في التخصي النشيط مازالت متواصله لحصر البؤره هذه ونحصرها ونحاول لها معناتها نتمكنوا فيها نتمكنوا من السيطره على المرض معناتها في اقرب وقت. سي فتحي نذكر انت مدير الصحه الوقائيه ببن عروس، نعرفوا انه في الحالات الافقيه الاهم شيء هو ان يقع تطويق البريمتر والا نجم نقولوا احنا ما يسمى بالبؤره التي انطلقت منها الحاله الاولى. انت كنت فسر لنا انه الامور مترابطه بالنسبه لكم، واضح التابلو؟ بيان سور، المخالفين احنا عملناها في 24 ساعه، المخالفين الاولين الدول عملنا تشخيص قبل الكهل في 24 ساعه قمنا بالمخالفين المباشرين ليه. واحنا اكتشفناه الحالات هذوما هم اغلبهم ما عندهمش علامات مرض راهو في اطار تخصص النفسي، قمنا بالتشخيص المرض هو مازلنا باش نحصر المرض باش ما فماش حالات اخرى مرتبطه بالاشخاص هذوما ماهيش فايقين به. دونك احنا اليوم وغدوه قاعدين نواصلوا في عمليه التخصص النفسي مع المخالفين المعينه المنزليه اللي هي تسكن في دارها ما تسكنش في الدار هذيا ولدى المختصه في العلاج الطبيعي اللي هي عندنا في المحمديه. نواصلوا قاعدين نواصلوا في عمليه التقصي النشيط باش نحصوا الحالات الايجابيه ونحصلوها ونعزلوها باش المرض ما يوصلش للانتشار نتاعه. واضح به سي فتحي على مستوى ولايه بن عروس توا التوقي، نعرفوا انه فما قرارات جديده وردعيه على مستوى الوطني خرجت من عند وزاره الصحه، قاعدين نتابعوا في تطبيق الاجراءات هذيا، معناها البافيت اوبليغاتوار، الماسك لازم منه، الشيشه في الاماكن المغلقه لا، الفضاءات المغلقه يجب مراقبتها باش نطوقوا شويه الامور. هذا هو احنا نعولوا على وعي المواطن خاطر هذا الحل الوحيد هو احترام معناتها للسونسو سوسيال احترام معناتها للريد باريات كيفاش معناتها لازم الباريات ما نسلموش ما نبوسوش نقصوا يدينا نحترموا مسافه الامان بيناتنا هذوما معناتها نجوم معناتها افيكاس للمنحه المرض. واضح، شكرا لك، يعيشك سي فتحي الطايف مدير الصحة الوقائية ببن عروس. نحكي على ست حالات أفقية، السيد مدير الصحة بن عروس يقول لنا أنه الوضعية تحت السيطرة نظرا أنهم يعرفوا شكون الحالة الأولى في ست حالات هذوما اللي منها هي تعداو بقية العائلة. دونك حسب ما كان يفسر لنا الأمور لا تستدعي الفزع في بن عروس. فاصل صغير وباش نرجعوا معكم باش نمشيو لجابس. جابس باغ كونتخ اليوم رئيس بلديه الحامه يقدم ولا قام بنداء استغاثه، يقول انه من ثلاثه حالات في اول اسبوع اليوم الحامه في جابس فيها 72 حاله، الوضع ماساوي يجب نقل المصابين بالكورونا ايوائهم في مستشفيات. بفاصل صغير ونمشيو لجابس.